أول خطوة لتطبيق اتفاق الرياض بشأن اليمن، عادت الحكومة اليمنية إلى البلاد للمرة الأولى منذ نشوب الخلاف بينها وبين المجلس الانتقالي الجنوبي. رئيس الوزراء معين عبد الملك قال فور وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن إن تثبيت الاستقرار في البلاد من أهم أولوياته، متعهدا بتحسين الأوضاع الاقتصادية وذلك على أساس الاتفاق الموقع في السعودية. أولويات الحكومة في المرحلة القادمة هي تطبيع الأوضاع في عدن أولا، ثم ترسيخ مؤسسات الدولة على الأرض في عدن، لأن باعتبارها هي الضامن الحقيقي للاستقرار في المرحلة القادمة، وهذا ما يضع اللبنات الأساسية لنجاح اتفاق الرياض، وتحسين خدمات بالنسبة للمواطنين بشكل ملموس، وهذا يعني نتيجة ما حدث للمواطنين في عدن بقية الأنحاء. عودة الحكومة معناها الاستقرار وبناء المؤسسات. مراقبون يرون عودة رئيس الوزراء اليمني إلى عدن بمثابة تثبيت لأركان الدولة وتجسيد لأهم بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والذي نص أيضا على إعادة تنظيم وتفعيل مؤسسات الدولة والقوات العسكرية والأمنية وتشكيل لجنة بإشراف تحالف دعم الشرعية، ذلك لمتابعة وتنفيذ الاتفاق ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.